مبادرات تقودها مؤسسات غير حكومية لتشجيع اعتماد سلوك بيئي سليم. منو بون بور لو كليما أو وجبة غذائية بيئية جيدة من أجل المناخ، مبادرة تستهدف مجموعة من المؤسسات الفندقية والمطاعم في مجموعة من المدن المغربية للتشجيع على تغذية صحية بأقل نسبة من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من خضر منتوجات محلية وعبر استهلاك خضر وفواكه موسمية. مبادرة أطلقتها المندوبية السامية للمياه والغابات بدعم من منظمة التعاون الألماني لجي زاد في إطار مشروع السياحة المستدامة، والنموذج من مطعم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير. مبادرة تمكن من تثمين المنتوجات المحلية، الحفاظ على البيئة والتشجيع على استهلاك مستدام. مؤتمر كلايمت تشانس يضم أيضا مجموعة من المؤسسات الغير الحكومية التي تسعى إلى تكثيف حضورها في مختلف الورشات التي يفتحها هذا اللقاء في مواضيع متباينة من أجل التوصل إلى مبادرات عملية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. البحث على سبل للتمويلات المناخية، لأنهم الدول الإفريقية هم المتضررين الأولين، وبالتالي محتاجين لهذه التمويلات وموجودين. خص غير مشاريع تكون موجودة وتكون كما تنقولوا بنكابل، يعني صالحة للتمويل، وهناك إمكانيات باهظة لتمويل هذه المشاريع اللي هي كلها كتصب إلى محاربة الاحتباس الحراري ومحاربة كذلك نفط غاز الكربون. الزربية بحال بعض الأنواع ديال الفلاحة اللي هي بنسبة أننا يمكننا نتصدوا التغيرات المناخية من خلال الحفاظ عليها. دونك في إطار هذا الرابطة غنشتغلوا على وضع واحد المخطط مع نساء ديال المغرب وخارج المغرب، أننا نضعوا واحد المخطط باش نحافظوا على هاد المعارف التقليدية. اليوم الثاني من مؤتمر كلايمت تشانس تميز بتقديم أعلان أكادير للمنتخبين المحليين والجهويين بإفريقيا، شددوا خلاله على مواصلة التعبئة لمواجهة التغيرات المناخية عبر اعتماد مخططات من أجل المناخ، كما أكدوا على الالتزام المتواصل بتنفيذ مقتضيات اتفاق باريس.